اليوم احنا في اطار واحد الحمله لتبرع بالدم بشراكه ما بين مندوبيه وزاره الصحه بستات ومستشفى الحسن الثاني وبنك الدم بستات وجمعيه واهبي الدم بستات فرع ستات، وهي عمليه لحد الساعه ان شاء الله ناجحه، وجاءت بعد منادات بعض منابر الصحافه بالخصائص المهمه اللي تعرفوا مدينه سطات في ماده حيويه والا وهي ماده الدم. وحنا تنحاولوا في هذا رمضان الكريم نطلبوا من الساكنه سطات تجي تلبي نداء تبرع بالدم لفائده المرضى المحتاجين بالدم. وشكرا. بسم الله، السلام عليكم. تلبية لنداء جمعية واهبي الدم هنا بمدينة سطات، فرع ديال سطات، جينا حنا كممثلين ديال السكان باش نبادروا باش نتبرعوا بالدم باش نكونوا حتى قدوة للناس الاخرين، سيرتو في هذا الشهر الفضيل اللي هو شهر الغفران. كنتمنى من الناس اجمعين باش يجيو يتبرعوا بالدم ديالهم، لان التبرع هذا ديال الدم كنقدروا نقضوا به ارواح اخرى. اللي كيف ما كتعرفوا التبرع بالدم اللي يجي هو شي حاجه فضيله مفيده للصحه الانسان، راه بحال كدير الحجامه تقريبا. جينا نلبيو لهذا النداء اللي دارته هذه الجمعيه ديال واهبي الدم اللي كيقودها الاخ حميدي. كنتمناو باش يجمعوا واحد الكميه اللي هي كبيره وافره، اللي كيف ما كتعرفوا بان اي قطره ديال الدم نقدروا نقضوا بها شي شخص اخر. كنتمناو حنا باش نكونوا حنا كممثلين السكان العبره، ونكونوا حنا قدوه للاخرين باش يجيو حتى هما يتبرعوا بالدم. وكيف ما كتعرفوا ان جلاله الملك هو الاول اللي كيدير هذه المسائل، وحنا كشعب وكرعيه ديالو حنا كنتبعوه في هذه المسائل الزوينه اللي كتفرحنا كاملين. وكنتمناو من السكان باش يبادروا ويجيو تما في هذا رمضان المبارك تما يتطوعوا ويعطيو شويه الدم، لان هذا الشيء حنا ماشي جينا باش نتصوروا ونعطيو الدم ولا هذه، لا، حنا بالعكس حنا كنقولوا نكونوا حنا قدوه للاخرين. وكيف ما كتعرفوا كاملين السكان سطات بان التبرع بالدم راه صدقه جاريه، وجاتنا من فات الشهر الفاضل، يعني الصدقه غتكون مضاعفه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ورمضان مبارك على الجميع، نتمنى يدخل عليكم كاملين بالصحه والعافيه والرزق والوفير ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم كنتواجدوا بالمقر ديال تحقن الدم هنا بسطات، في اطار واحد الحمله اللي كتنظمها الجمعيه المغربيه لواهبي الدم فرع سطات، اللي كنا نادينا به تقريبا هذه ثلاث ايام بشراكه طبيعيه جدا مع الجامعه ديال الحسن الاول هنا بسطات. وبالمناسبه تنشكر السيد رئيس الجامعه اللي وفر لنا الوسيله ديال النقل، ووفر لنا كل ما هو يعني عمل خيري وانساني لفائده هذا المركز هذا. في الحقيقه كان اليوم واحد يعني جاوا الناس بكثافه، ومن هذا المنبر هذا وكنطلبوا كذلك من الساكنه ديال مدينه سطات باش يتوافدوا بغزاره يوم السبت، لان كاين خصاص ديال الدم هنا في المركز ديال تحقن الدم بسطات. وفاش كتبرعوا بالدم ديالكم راه كتنقضوا حياه الاخرين، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل. وشكرا.